في البورسعيد في هذا الصباح المبارك. جمعية الإنشاد والمسرح الميمونة بمسعد تستضيف ولاية المدية، ولاية شلف، ولاية عين الدفلة، ولاية بسيلة وولاية المدية، ممثلة بشباب وفنون تابلات. أولا بداية البدء نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لهم أهلا وسهلا بكم بمدينة العلم والعلماء، مدينة مسعد المضيافة، أهلا وسهلا بكم. ثانيا نرحب بكل من لبى الدعوة وأتى، وثالثا نرحب بأطفالنا الذين حضروا، وإن دل ذلك إنما يدل على تواصل الأطفال وتواصل مع الثقافة. عبر أحد الفلاسفة عن أهمية الاستثمار البشري في قوله: إذا وضعتم مشاريع سنوية فازرعوا القمح، وإذا كانت مشاريعكم لعقد من الزمن فاغرسوا الأشجار، أما إذا كانت مشاريعكم للحياة بكاملها فما عليكم إلا أن تعلموا وتثقفوا وتنشئوا الإنسان. دعوا الطفل ينشد ويغني، بل انشدوا وغنوا معه أيها الكبار. إن الكلمة الحلوة الجميلة التي نضعها على شفتيه هي أثمن هدية نقدمها له، لكي يحب الأطفال لغتهم، لكي يحبوا وطنهم، لكي يحبوا الناس والزهر والربيع والحياة. علموهم الأناشيد الحلوة، اكتبوا لهم شعرا جميلا. نبدأ مع آيات بينات من الذكر الحكيم مع هذا البرعم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. شكرا لك. كما لا يفوتنا أن نرحب بعمو حسان. عمو حسان حبيب الأطفال، تصفيق لعمو حسان. ونرحب كذلك بالفنان القدير مراد مجرام. ونرحب كذلك بالإخوة القائمين على الصوت، تصفيق حارة. والآن مع النشيد الوطني.